صباح الخير أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم في برنامجكم دردشة. صباح الخير يا هنا. صباح الخير يا بير، ايه الاخبار؟ عامله الحمد ايه لله. يا ترى موضوعنا ايه النهارده؟ النهارده؟ موضوعات تقيله شويه. هنتكلم عن العنف الاسري والاغتصاب الزوجي في اول فقره، بس تاني فقره تبقى لطيفه شويه، هنتكلم عن الابراج واعرف شخصيتك وعيوبك من برجك. طيب تمام، شكلها تبقى موضوع كده شائك اه جدا اه النهارده. الناس كلها مستنيه الحلقه. ايوه فعلا، وبعتولنا اسئله كتيره اه جدا كتير على جدا، البيج خصوصا بتاعت الابراج. اه وموضوعات اصلا العناوين تخض يعني. طيب ان شاء الله تستمتعوا معانا النهارده وتستفادوا من حلقتنا. ان شاء هنطلع الله فاصل ونرجع لكم تاني. ان شاء الله. ورجعنا لكم بعد الفاصل ومنورنا في الاستوديو استشاري الصحة النفسية والعلاقات الزوجية دكتور هند البنا. أهلا بيك يا دكتور، اهلا بيكي. صباح منورانا. الخير، منورك يا قمر. صباح صباح الخير يا الفل قمر، يا دكتور، صباح الجمال يا حبيبتي، نورانا، ويا رب منوركي. الحلقة النهاردة تنال إعجاب السادة المشاهدين أكيد إن شاء وتكون الله بيكم هتبقى حلقة جميلة. طبعا بحضرتك. طبعا هبدأ معاكي على طول، وعايزة أعرف العنف الأسري وتأثيره النفسي إيه. الأول نتكلم يعني إيه عنف أسري. تمام. العنف الأسري عموما يعني أي فعل فيه أذى بيقع على حد تاني أضعف منه ويسبب له توتر، ضغط نفسي، اضطرابات نفسية، يسبب له مشاكل يعني. تمام. يعني حد بيستقوى على حد بالبلدي كده، تمام كده؟ العنف الأسري ده ممكن يقع من مين؟ ممكن يقع من الأب على أولاده، ممكن من الزوج على زوجته، ممكن من الإخوات على بعضها، بس الأكثر انتشارا يعني الزوج على زوجته. الشائع يعني 45% من الستات تقريبا تعرضوا للعنف الزوجي بالضرب او بالاهانه وكده. طيب هو العنف ضرب بس او عنف جسدي بس؟ لا، ما في كمان عنف نفسي. العنف النفسي زي ايه؟ العنف النفسي اللي هو تلاقي مثلا زوج دائم الاهانه لزوجته، دايما بيقلل منها، شديد النقد بالنسبه لها، بيوبخ فيها على طول، مش عامل لها اعتبار. بس طبيعي ده يا دكتور؟ يعني ان هو لا طبعا مش طبيعي يعني، لا الطبيعي يعني في الدول العربية عامة او في مصر ان هو سي السيد، يعني ظاهرة سي السيد، انا بعمل كده عشان انا سي السيد. بس الفكرة دي يبقى انت سي العنف السيد، اصعب بس انت شوية عندك خلل كده، يبقى الفريق. انت عندك خلل نفسي، مش مفهوم حاجة سي السيد. اما انت اصل لما تقعد مفهوم تهين. الرجولة ساعات عند الناس يا دكتور اللي هو طيب تمام، انا اللي بأمر وانا اللي بنهي وانا وانا طيب وانا جميل. وانا ده راجع منين يعني؟ اتربى فيه ازاي؟ من التربية طبعا، من البيئة التربية. اللي احنا مجتمعنا بيربي تربية ذكورية. يعني ايه تربية ذكورية؟ يعني تلاقيه يقول لك ايه، لو في أسرة فيها بنت وولد مثلا، الولد دايما مفضل عن البنت. إيه انت دورك تعمل كذا، لو غلطت تضربها، لو انت الأقوى، انت وهكذا، بنعزز فيه الموضوع ده. طيب تعالي نكبر ده شوية ويتجوز، في الجواز بقى هيعمل ايه؟ طبعا هو متربي على كده، هيطلعها على مراته. فهيربي هيضرب مراته. فاللي هيحصل ايه؟ ان انت بتورثي العنف، بيفضل يتورث من جيل لجيل، زي الام اللي اتضربت وهي صغيره بتضرب ولادها. بالظبط. فالعنف الاسري معناه ان احنا في دايره من العنف داخل الاسره، اب بيعنف على زوجته، الام بتعنف على اولادها، الاولاد بيعنفوا على بعض، كمان الاولاد بيخرجوا بره يعنفوا على المجتمع. هو الشائع ان الزوج على زوجته، اعتقد اه ده تمام موجود أوه. علشان كده دايما بيقول لك يا هنا اللي اتربى على ايد ملكه بيعامل مراته دايما كانها ملكه. ده بالظبط تمام. طيب دكتور، ممكن حضرتك تقول لنا هل التحرش الجنسي واختان الاناث بيعتبر عنف؟ يعتبر عنف واذى نفسي واذى جسدي. عايز اقول لك ان في 90% من البنات تم ختانهم على مستوى الوطن العربي. حقيقة. فدي نسبة على الوطن جدا. العربي ككل. بس دلوقتي متهيألي النسبة قلت شوية، بقى في وعي يعني. في بعض الأماكن مازال لسه ما فيش فيها الوعي، بيعتبروا ده نوع من العفة والشرف يعني. فطبعا الختان الإناث مؤلم نفسيا وجسديا، وما أعتقدش إن في بنت حصل لها الموضوع ده ونسيت المشهد ده. لا لا. مستحيل تكون نسيت، وبيأثر فيها جدا، لأن أنت بتعمل أذى نفسي شديد جدا عليها. التحرش الجنسي طبعا برضو
يعتبر عنف. عنف جدا، عنف مجتمعي بقى خلينا نقولها، لان هي ممكن البنت تكون ماشيه في حالها عادي ما فيش مشكله، ومجموعه شباب يتلموا عليها وتحرشوا بيها، وتبقى هي في الاخر مش الضحيه بقى، لا ده هي اللي تستاهل، والكلام اللي بنسمعه ده. فطبعا الاثنين دولت من الحاجات اللي هم مشكله كبيره يعني. طب معلش يا دكتور، بس نرجع لحته ختان الاناث. تفضل. هل الموضوع ده شائع في يعني بكثره في مصر، في بعض المناطق مثلا زي الريف؟ اعتقد لسه منتشر، بس اعتقد برضو الوعي زاد شويه، ان في حملات كتير بتقوم بها الدوله لمنع ختان الاناث، بقى في توعيه شويه ان ختان الاناث ده يعني حاجه ليست لها ضروره اطلاقا يعني. فالموضوع بدا شويه يقل تدريجيا عن زمان يعني، في اجيال ممكن ما حصلش معاها ده خالص دلوقتي. تمام. دكتور، عايزه اعرف من حضرتك انواع الشخصيات. انا عارفه ان في شخصيات كتير قوي. الشخصيات المضطربه انواعها ايه؟ طيب، هو في قسم بحاله كده في الاضطرابات النفسيه اسمه اضطرابات الشخصيه. تمام. اضطرابات الشخصيه دي يعني ايه؟ يعني اي خلل في الشخصيه بيسبب سوء تصرف او يسبب سلوك غير مظبوط. طيب لو قلنا هي زي ايه، هقول لكم اكتر حاجه مشهوره قوي، الشخصيه النرجسيه. الشخصيه النرجسيه دي اللي هي اللي احنا بنسميها او الناس العادي بتاعها ده مغرور. تمام. الشخصيه النرجسيه دي اللي هي ايه، شايف نفسه مهم جدا، كلامه هو اللي دي. حضرتك دلوقتي هتكلمينا عن الاعراض بتاعه الاضطرابات النفسيه ولا دي حاجه ثانيه؟ لا لا، الشخصيات. دي شخصيات. قبل ما اجيب الشخصيه النرجسيه، ماشي. الشخصيه النرجسيه الشخص المغرور جدا، اللي هو دايما شايف ان هو قراره صح، كلامه صح، لازم الكل يبجله ويحترمه ويقدره، مفيش حد ليه كلمه غيره، مفيش حد صوته مسموع غيره. دي الشخصيه النرجسيه. خلاص. في الشخصيه الاكتئابيه. الشخصية الاكتئابية ده اللي هي سمات الاكتئاب، حدث ولا حرج. اللي هو مهما يقعد معاكي تحسيه كئيب حزين، رغم انه يكون عنده كل حاجة حلوة في حياته، بس هو شخص على طول سماته حزن، انعزال، انطواء، نظرة سلبية، الشخص القنوط، تشاؤم، القنوط. تمام. عندك كمان في الشخصية النرجس الحدية مثلا، اللي هي البوردر لاين. ده اضطراب موجود، ان انت ممكن تبقي مع احد قاعده مع حد وتلاقيه فجاه بيندفع معاكي في التفاعل، يعني في التعامل مندفع شويه، موده متقلب، بيميل للاكتئاب بشكل كبير جدا، بيميل للانتحار برضو. في مجموعه كتير من اضطرابات الشخصيه. مفيش انواع تاني من الشخصيات؟ في طبعا، لو خدناها بقى مش كاضطرابات، كسمات شخصيه. في الشخصيه الشكاكه، اللي هو دائم الشك في اللي قدامه، اللي دايما محسسك ان انت غلطان حتى لو ما عملتيش حاجه، حسسك ان غلطان. طبعا ده تاثيره شديد قوي عليكي، انه بيخليكي دايما حاسه بالذنب، لازم تقعدي تبرري ان انت عملتيه وانت ما عملتيش حاجه. في الشخصيه الساديه. الشخصيه الساديه ده اللي هو بقى مبسوط قوي وبيقلمك، اللي هو بيعذبك، يبقى ده سعادته في لذته في ان يقلم اللي قدامه. كل الشخصيات دي لو احنا دخلنا معاها في علاقه، ايا كان نوع العلاقه، بتبقى علاقه مؤذيه جدا. علاقه مؤذيه يعني ايه؟ يعني هي بتيجي عليكي بالضغط النفسي والتوتر اللي تخليكي مش قادره تاخدي تشمي نفسك او تاخدي قرار في حياتك او تقدري تعملي حاجه، انت بتدوري طول الوقت في فلك الشخصيه دي لارضائها. فدي من يعني حذاري الشخصيات دي في التعامل، لان هي شخصيات مؤذيه جدا. هم كتير الحقيقه، كتيرة أنا دخلت جدا وقريت لقيتهم كتير جدا. كتيره جدا. عايزين نضيف لك تاني اوكي منهم؟ صراحه كتير عن موضوع. طيب. ان انا شفت اكتر من مثال او اكتر من شخصيه. في الشخصيه الاعتماديه. الشخصية الاعتمادية دي رهيبة بقى. في الرجالة. في الرجالة. ولا والله عشان مبقاش بيتو في اونست يعني. لا، في ست اعتمادية اعتقد. لا دي برضه في اكيد يعني، بس هو اضطراب. اصل هو اضطراب يعني سمات شخصية مضطربة، فمش نقدر نحدد ان ده رجالة ولا ست. بس الاكتر ايه؟ مين الاعتمادي اكتر؟ في الواقع دلوقتي؟ تمام. مش عايزه تقول. لا خلينا، بحب اكون اونست كده، ما بحبش اجي على طرف. هم اي اضطراب ما فيش حاجه اسمها مين ومين، الفكره كلها ان ممكن ده اضطراب يجلد اوي، واسلوب التربيه بيأدي لده وبيأدي لده. لو انت عايز تخليها على الرجاله اوكي ماشي، خلينا نقول لو زوج اعتمادي. تمام. تخيلي نموذج شخصيه زوج اعتمادي. اعتمادي يعني ايه؟ ما فيش قرار بيعرف ياخده لوحده، مش مسؤول حتى عن نفسه، مش مسؤول عن خطط في الحياه. بالظبط كده، لو زوجه عندها جوزها شخصيه طفل اعتمادي، بالظبط كانها بتربي طفل. يعني لو عندها طفل فانا معايا طفل، فهو عبء شديد جدا على اي حد عايش معاه. تمام. طيب دكتور، في سؤال مهم جدا. دايما معروف ان الاغتصاب ده بيبقى حد بيخطف حد يغتصبه، حد يعني بيتعرض لحد، او حد بيهجم على حد يغتصبه. بس الجديد او يعني شائع بقاله فتره اللي هو الاغتصاب الزوجي. تمام. ده يعني ايه؟ يعني ايه مفهومه؟ مفهومه بالظبط هي كلمه صعبه، او الاغتصاب الزوجي. يعني هل في اغتصاب زوجي؟ في
وفي حالات كتير قوي من الموضوع دوت. هشرحها لك ابسطها. يا ريت. يعني اصل كلمه كبيره قوي. جدا. طبعا. اللي هي بيتم العلاقه الحاميه ما بين الزوجين تحت التهديد بالاكراه بالعنف، اللي هي ما بيراعيش رغبتها او هي مش حابه، يعني ما بيراعيش رغبتها، ما بيراعيش، فبقى لازم ينفذ ده في الوقت اللي هو عايزه بالطريقه اللي هو عايزها بدون ما يراعي مشاعرها او رغبتها. ده بيسمى اغتصاب، لان هنا انت خرجت العلاقه الحميميه من كونها حاجه حميميه طبيعيه، وصلتها لحاجه فيها اجبار وتهديد. ساعات في ازواج مثلا لو انت ما حصلش انا ممكن اتجوز عليكي، انا لو مش عارف، ففي ضغط نفسي وضغط جسدي في الموضوع. تمام. عايزين نعرف بقى ايه انواع الاضطرابات النفسيه. كتير بقى. عايزاكي تقولي لي كتير ده. اقول لك، ابدا لك اول حاجه بالاكثرهم شيوعا، الاكتئاب. الاكتئاب دوت عباره عن ايه؟ حد يكون، معلش يا دكتور، ممكن نقولهم كلهم ايه مثلا عدد منهم؟ طيب بعد كده ممكن اتكلم عن الاكتئاب، هتكلم عن الوسواس القهري، هتكلم عن الفصام، اتكلم عن دول مكان جنب. اوكي اوكي، نبدا بالاكتئاب الاول. الاكتئاب حاله من الحزن تستمر لمده اسبوعين على الاقل، يعني اقل مده اقدر احكم عليها ان ده عنده اكتئاب هم اسبوعين. الحمد لله. الحزن هو نص ساعه وبعد كده بنرجع. ده كويس جدا. الحزن ده عباره عن ايه؟ وانا بفرق ما بين الاكتئاب والحزن. الاكتئاب انا فاقد المتعه في كل حاجه، انا بميل جدا للانعزال عن الناس، ما بقعدش مع حد، مش شايف مستقبل خالص، انا شايف الدنيا ضلمه، شايف الدنيا سوده، مفيش حاجه حلوه في حياتي خالص. بنعزل عن الناس، بكتئب، اكلي بيتلخبط، نومي بيتلخبط، بميل للعزله زي ما قلت، ده الاكتئاب. لو انا بقى حزين مش مكتئب، عشان ما افرق بين الحزن والاكتئاب، ممكن يكون عندي كل الحاجات دي بس انا لسه قادر ابقى مبسوط. الاكتئاب ما ببقاش مبسوط مهما كان عندي منبهج الحياه، انا مش مبسوط. ده بالنسبه للاكتئاب. تمام. القلق بقى. القلق المرضي، خليني اقول لك في حاجه اسمها القلق المرضي وفي حاجه اسمها القلق الاجتماعي. القلق المرضي الشخص كثير التوتر، اللي هو دائم التوتر، العصبيه، كل حاجه بتقلقه حتى لو حاجه غير مرئيه. في فرق بين القلق الطبيعي والقلق المرضي. القلق الطبيعي ان انا اكون خايف من شيء معلوم وعارف ما بيعطلنيش تفكيري في ده، ان انا اوصل لهدفي او احقق حاجه. اما القلق المرضي اللي هو ممكن يعطلني. خليني اوضح نقطه بسيطه جدا، ازاي اعرف ان انا عندي اضطراب نفسي؟ لما افكاري عن نفسي تبدا تعطلني عن ممارسه حياتي بشكل طبيعي. بفضل واقف مكانك بقى. الافكار اللي انا يعني الاضطرابات النفسيه الاضطرابات النفسيه اصلها افكار. افكار سلبيه كتير بتيجي في دماغي فبتخليني متعطل. كل ما بتزيد العقل الباطن يعني، فكل ما بتزيد وكل ما بتزيد العطله، انا كده وصلت لمرحله اضطراب النفسي. ارجع تاني للقلق ده، قلت لك في قلق مرضي وقلق طبيعي. خلينا ناخد القلق المرضي، اللي انا لما اتحط في موقف وهضيف معاهم القلق الاجتماعي مثلا، احط في موقف في ناس اترعش، قلبي يدق جامد، وشي يحمر، الكلام ما يطلعش، ممكن يجي لي بقى امراض قولون. شخصيات تصعب عليكي يعني. شخصيات القلقه دي من اكتر الحاجات المتعبه، اللي هي بتتعب نفسها وبتتعب اللي حواليها جدا. ناخد بقى الوسواس القهري مثلا. سمعنا كتير عن وسواس النظافه، يقول لك ده موسوس، ده على طول مش عارف ايه. طيب الوسواس القهري عباره عن ايه؟ عباره عن افكار وسواسيه بتسيطر على دماغي وراها افعال لازم اعملها. يعني تيجي في دماغي فكره قوم اغسل ايدك، لا انت ما صليتش كويس. على فكره في ناس كتير كده فعلا. انت ما صليتش كويس، لا وتوضى تاني. طب انا عايزاكي تقولي حاجه، لان انا يعني عماله ادور في الاكتئاب مش موجوده في لا ان شاء الله انت كويسه. لا وفي حاجه برضو يا دكتور، يعني مثلا لو حد منهم عدى في الشارع مثلا على حاجه مش نظيفه او على حاجه فيها دم او فيها مش عارفه ايه، دي متعبه جدا. انا اعرف حاله ما بتخرجش من البيت حرفيا لمبالها 8 شهور بسبب فكره ان هي سمعت ان في حد مصاب بفيروس سي. حد قريبه وما يسلموش على حد، ما تعملش مع حد بقى خالص، ما يمسكوش حاجه من مكان حد، ما قاعده في بيتها وقافل عليها زياده. لكن النظافه حاجه، لا ده مرض بقى، اللي هي احنا وصلنا لمرحله ان انا ما بتحركش من مكاني الا اصاب بفيروس سي مثلا. ما خلاص ما اي حاجه تبقى ملوثه، فدي بتبقى افكار مؤلمه جدا ومزعجه. عارفه بالظبط زي القرد اللي بيتنطط فوق دماغك، افكار 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 بتخلي البني ادم فعلا في حاله عطله رهيبه جدا. ده بالنسبه للوسواس. بالنسبه بقى للاضطرابات الجنسيه، الاضطرابات الجنسيه زي التحرش الجنسي، اضطراب التحرش الجنسي، اضطراب جنسي، في حاجه اسمها التعري، ان واحد ممكن يظهر اعضاءه قدام الناس. تقولي كلام كله جديد. انا اصلا برقت. ده نوع من الاضطرابات. لو قلنا الاطفال، تحرش بالاطفال ده برضو اضطراب جنسي. تحرش زنا المحارم،
تحرش جنسي. أيوة. دي حاجه انا كنت عايزه اعرفها. تحرش جنسي واضطراب. كل دي اضطرابات نفسيه. كل دي اضطرابات نفسيه. تمام. ممكن وتغيير يا دكتور اللي هو يعني مثلا الطبيعي ترانس. ايوه بالظبط. دي حاله ثانيه خالص. بصي دي ليها شقين. دي مش اضطرابات نفسيه؟ هقول لك. دي ليها شقين. في شق فيهم بيبقى تاثير هرمونات. وده بيبقى تم علاجه. لا بس ده 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 اوكي. في شق ثاني لا. اللي هو بيبقى تم اعتداء عليهم مش ملهاش مقياس بس هي الفكره كلها يبقى ميولوا اكتر للجنس الاخر اللي هو الشذوذ يعني. تمام. طيب دكتور ايه هي الاعراض اللي دايما بتصاحب اي اضطراب نفسي؟ يعني مثلا لو انا شخص مكتئب ايه اللي انا بحس بيه؟ يعني او ايه اللي بيخليني اعرف ان انا مثلا حضرتك قلتي من شويه ان هو الاكتئاب مينيمم اسبوعين. طيب. اسبوعين على نفس الحاله انا مبسوط خالص مش قادر اعمل اي حاجه حلوه. تمام. يعني وزني قل بقى ما بنامش كويس ما باكلش كويس مش طايق نفسي كده يعني حاله ثابته ما ينفعش اجي في وسطها كده الدنيا بقت حلوه وانبسط وبتاع وارجع اقول ده اضطراب تاني. في اضطراب تاني اسمه البايبولر. البايبولر ده عباره عن ايه؟ بيجي لي نوبات كده نوبات ساعات ببقى مبسوط قوي وحاله هوس وبزياده مبسوط بزياده اوكي وبتجي لي نوبات تانية حزن شديد. ده اضطراب تاني اسمه اضطراب ثنائي القطب او البايبولر. اوكي. ده غير الاشخاص المديه العاديه اللي هي بتبقى لا غير ده اضطراب لو زينا يعني. لكن الاكتئاب ده حاله عامه حاله ثابته. تمام. امتى اعرف ان انا عندي اكتئاب؟ لو مريت عليا اسبوعين على الاقل وانا في نفس الحاله. طب ولو اكتر من سنه؟ لا انت عالج. طب شكرا. طبعا. لان لو طب ولو كان الاكتئاب ده بسبب حاجه او حدث حصل معين في الحياه؟ طبعا ما هو الاكتئاب بيبقى اما سببه حدث صادم حصل في حياتك او طبعا خلل في كيمياء المخ. ماشي. لا اكيد مش خلل. خلاص يبقى حدث صادم في حياتك. تمام. الحدث الصادم في حياتك ده دورك فيه ان انت بقى تتجاوزي الصدمه دي تبداي تتعاملي معاها بطريقه ايجابيه اكتر تبداي تغيري افكارك عن الموضوع ده هيخليكي توصلي ان انت تتصالحي مع الفكره نفسها اللي انت كنت مريتي بيها فبالتالي انت هتوصلي لحاله ان انت تبقي متسالمه مع نفسك. تمام. متسالحه مع نفسك. طب دكتور انا عايزه اعرف سمات الشخصيه الايجابيه اللي انا قلتها من شويه دي. ايه بقى؟ اللي هي لما يقابل موقف صادم او يقابل خبره مؤلمه او يتعامل مع ظروف قاسيه يتعلم منها يقدر يتعامل معاها بشكل جيد. الحمد لله. الحمد لله. اللي هي بنسميها عنده ايه؟ عنده مرونه نفسيه. مرونه نفسيه يعني ايه؟ يعني قادر على تجاوز الاشياء تبديل الافكار. انا قلت لك ان مشكلتنا كلها في افكارنا. افكارنا دي لو سلبيه بيبقى مجهود كتير قوي. ما هي بقى ده الشخص الايجابيه اللي هو بياخد الامور بشكل ايجابي شويه. يعني ممكن اثنين يكونوا في نفس الموقف مثلا واحد يعديه والتاني ما يعدوش زي حالات الانفصال مثلا. طب انت عديته ليه وانت ما عديتهوش ليه؟ فاللي عداه ده قدرات شخصيه ايجابيه عنده قدره على استبدال الافكار السلبيه بافكار ايجابيه وعنده قدره على التصالح مع الموقف ما يقفش عليها ويعيش دور الضحيه. لا انت بتحاول تصلح من وضعك الحالي عشان توصل ان انت تكون مستقر نفسيا وخالي من التوتر والضغط. الحمد لله. تمام. الحمد لله. طيب دكتور امتى اقول ان الشخص ده او انا او يعني اي حد امتى يقول ان هو محتاج لعلاج نفسي او محتاج ان انا اروح لدكتور نفسي؟ وطبعا حضرتك عارفه ان اول خطوات العلاج ان انا اعترف بالمرض. حلو جدا. اولا بس عايزه اشير لنقطه مهمه ان مش شرط المريض نفسي بس هو اللي يروح للاستشاري نفسي. ممكن تيجي لك مواقف في حياتك انت مش عارفه تاخدي فيها قرار. ممكن ظروف طارئه عليكي ووقفتك شويه. هل معنى كانك مريضه نفسيه؟ لا خالص. احنا في الحاله دي لازم يبقى في استشاري نفسي انت بترجعي له علشان تساعدك مثلا في ترتيب افكارك، يساعدك في التخلص من الضغط الحالي اللي انت فيه. لو مرض نفسي المريض النفسي امتى يروح؟ لما يبقى عنده وعي بذاته، وعي. ما عندوش الوعي ده مش هيروح. لكن احنا لو اللي حواليه لاحظوا ان في بعض التغيرات وقدروا يفهموه ان في حاجه في مشكله في شخصيتك انت سلوكك زي مثلا مريض الفصام. مريض الفصام ده من المرضى اللي يعني اللي عايش في عالم لوحده. بيسمع اصوات بيتكلم مع ناس مش موجوده، ليه عالم خيالي عايش لوحده، هل ده ممكن تقنعيه ان انت مريض نفسي؟ هو مقتنع بالعالم بتاعه. تمام؟ فيبقى صعب شويه، لكن في طبعا نماذج سهله. مريض الاكتئاب لو احنا قلنا له هنتعالج، بس اهم حاجه في كل ده يبقى عنده الاراده. تمام. طب دكتور اخر سؤال معانا عشان وقتنا، عايزه اعرف يعني ليه دايما بنتكسف نقول ان احنا عايزين نروح لدكتور او احنا بنروح اوريدي لدكتور نفسي او استشاري نفسي، وليه كمان بنتكسف نقول ان اولادنا بنوديهم او بنتكسف نقول ان يعني حتى نسال على الدكتور لاطفالنا؟ ليه دايما دي عندنا الثقافه دي؟ من الافكار الغلط اللي موجوده ولازم يبقى فيه وعي نفسي في الموضوع ده ان الطبيب النفسي او الاستشاري النفسي زيه زي طبيب اي امراض تانية. انت
انت لو جالك دور برد بتروح للدكتور وما بتتكسفش تقول ان عندي برد. نفس الفكره، لكن هي فكره متوارثه ان معلش ايه ده مجنون، فخوف من الكلمه دي رغم ان مفيش حاجه اسمها كده. ماشي، بيجي لك اضطرابات حتى لو اللي بيروح ده شخص تمام ومقتنع بكده، اللي حواليه هم اللي بيبقى فلازم نغير الصوره دي والوعي النفسي يزيد شويه عن الناس ان لا تمام. انت بتروح لحد يساعدك، ياخد بايدك، يخرجك من موقف انت فيه، من مشكله انت فيه. ما ينفعش تقولي ان انت مجنون فمش هروح، ما انت لو قعدت ساكت المشكله هتزيد والموضوع هيكبر معاك والاخطار هتزيد على نفسك وعلى اللي حواليك. طبعا فما مش عيب خالص، مفيش فيها اي حاجه. والله يا دكتور احنا استفدنا جدا، فكره تحفه، وعايزينها تبقى اطول من كده. نورتينا، نورتينا يا دكتور، وان شاء الله حضرتك تبقى معانا في حلقات تانية باذن الله عشان نستفيد باكبر قدر من حضرتك ان شاء الله. ميرسي ليكي يا دكتور، نورتينا. هنطلع فاصل ونرجع لكم تاني. رجعنا لكم بعد الفاصل ومنورنا في الاستوديو خبيرة الأبراج شيرين فكري الشهيرة برينا باسيتو. صباح الخير يا رينا. صباح الفل، عاملة ايه؟ الحمد لله، منورانا. الحمد لله، ده نوركم والله. صباح الفل يا رينا. صباح الفل، حلو قوي الصحيان بدري جدا. بصي نشاط انرجي بقى لو أبراج على الصبح دي أبراج عليه على فكرة مفيدة جدا جدا. ركزوا معايا، في تحذيرات جاية لك طبعا انت عارفة. ايوه، وسلمي تهديداتكم كلكم بس انا همشي جنب الحيط. عشان الناس تبقى فاهمه التهديدات من ايه. من برج الاسد على فكره، كل برج الاسد كله قال لي لو سمحتي حذريها، لو غلطت فينا مش هنسيبها. ما اقدرش طيب يا رينا، انا هبدا معاكي على طول. هبقى انانيه شويه او شويتين ثلاثه اربعه، وعايزه اعرف بقى برج العقرب كلمينا باستفاضه، هم فعلا يعني شريرين؟ ناس طيبين جدا، وحد يعني عايزه اقول لكم رساله لكل الناس اللي بتتعامل مع برج العقرب. قبل ما تحذروا الناس من برج العقرب، بصوا على انهم ناس ماشيه جنب الحيط، لا ليها في المشاكل ولا عايزه مشاكل ولا بتحب المشاكل. لا، انت ماشيه جنب الحيط حرفيا، بس ما بتحبيش حد يشتغلك او يجي عليا على هدوئي على حياتي. انت عارفه انتوا كبرج العقرب ليكم حدوته، الحدوته الاسطوريه ان العقرب كان الصياد دايما بيضايقه، فعمل ايه؟ موت الصياد. ماشي، ومات معاه وطلعوا في السماء، واتخلدوا للآن يعني، فضلوا مخلدين، بس حطوا العقرب بعيد عن الصياد. ليه؟ عشان ما يحصلش المشكلة دي. تمام، فانتوا مشكلتكم انتوا بتعرفوا تاخدوا حقكم كويس قوي، كويس جدا. تمام، بس لما تاخدوا حقكم انتوا كمان بتتدمروا زي ما اللي خدتوا حقكم منه جدا. وبتصبروا وبتعدوا مره واثنين وثلاثه، وانا دايما بعيب عليكم في الحته دي، لاني انتوا كده بتيجوا على نفسكم زياده فبتراكموا. لا تؤجل عمل اليوم الى الغد، يعني انت عندك مشكله قوليها. ليه؟ لان ده بيبقى ضغط عليكي. وبعض الناس اللي بتتعامل معاكي بيبقوا بعفويتهم جدا، فما بيبقوش عارفين ان انت اتضايقتي من كذا وكذا وكذا، فبيبداوا ان بيحصل بقى المشكله من هنا، لما بيبدا بقى ان احنا نتواجه. كل ده كنت شايلاه، انا ما خدتش بالي ان انت كل ده مضايقك. هل سمات المراه العقرب زي سمات الرجل العقرب؟ لا، مش شويه. انتوا المراه العقرب اطيب كتير جدا، صبوره من اطيب. دي مش عارفه اجيبها منين الصراحه. اطيب، اقول لك ليه؟ لان بصي، ستات العقرب انا بقول شابو، لاني من اكتر الستات اللي بتبقى عايزه تعيش وعايزه تكمل في البيت وعايزه، لان انت خلاص، انت اول ما حصل يعني ارتباط بحد انت خلاص حياتك بقت هو بيتك. هو لا، عايزه ان انت هو ده البيت، فانا هبدا اسرارنا تبقى مع بعض، ما حدش يعرف عننا حاجه، ما حدش يدخل في حياتنا، ما حدش يعرف. واي حد هيحاول يجي جنب حبيبي جنب ولادي انت اللي جبته لنفسك، هنا العقرب يظهر. لكن غير كده بتعيشوا كمان اي مستوى، ما حدش يعرف انت معاكي فلوس معاكيش فلوس، الدنيا شكلها ايه. دايما بتبقي، ما بتحدش بيبقى عارف الدنيا شكلها ايه. والله عندنا طلب موجود عمال كده يتقال، اتكلمي عن برج الحوت. هنقلهم واحده واحده. لكن بس هي دي مش صفات اساسيه، يعني انت ما قلتيش الصفات الاساسيه. الصفات الاساسيه يعني كلها، بس يعني حاجات جانبيه. انا دايما بحب التعامل
التعامل سنة ازاي الابراج كتير. لا الصفات الاساسيه انا وبيري بنقرا كتير في موضوع الابراج يعني. هقول لك انا حاجه، انا بحب الناس يعني ست ذكيه جدا عندهم الغيره رقم واحد على كل اللي حواليهم. قلت لك في مره الغيره وكولومبو، الغيره دي يعني اساسي كولومبو كمان مفتش كولومبو قوي. انا دايما ببص يعني بقول المميزات والعيوب يعني. انا هتكلم عن المميزات. طب ناخد بدون معانا اتصال، اتفضلي روبي. الو صباح الخير. صباح الفل يا روبي. صباح الفل عليكم جميعا، وصباح الفل على ضيفتكم الكريمه. ميرسي. صباح الفل. صباح الفل. عايزه تسالي عن برج ايه يا روبي؟ حاجه مهمه جدا. عيوني. عايزه اسالها على صفات برج الحوت مع العقرب، حوت انثى والعقرب رجل. اوكي اوكي عيوني. تمام، شرفتينا يا روبي وهترد عليكي ضيفتنا. بصي بقى الفرق بين الرجل والست في العقرب. حلو السؤال ده. برج الحوت الراجل بيحب حاله الحب قوي يعني. بصي يعني الحوت حد ايه في الراجل. بيحب حاله الحب. سالت عن الحوت مرأة. لا قالت المرأة الحوت مرأة. طيب لو هنتكلم عن المرأة الحوت، هي برضو بتحب حاله الحب عموما. طبعا غنى لها الهضبه فما نقدرش نتكلم. بتحب الجمال، ولو عندهم 70 سنه زي القمر، لان هم بيهتموا قوي بجمالهم وبحلاوتهم وبالبيت وبال خبير التجميل. شفتي بقى. بيبقوا مهتمين قوي بالجمال، واللي عندهم الجمال نمبر 1 في حياتهم. طيب انا بحب ايه؟ بحب ان انا اتدلع، بحب ان انا اتقدر، بحب زي ما بديك حب اخد حب. لو ما لقيتش على المقابل التدليل والحب ده، بتبدا انها تتضايق ويصعب عليها وتزعل، وممكن حد يقول لها انت بتتقمصي. فانا دايما اقول لكم كده، من انتوا ربنا سبحانه وتعالى اداكم ميزه ان انتوا تقدروا توزعوا الحب على الناس، مش كل الناس عندها القدره دي. طيب رجل العقرب معاكي. رجل العقرب انت بصي غامض جدا الراجل العقرب. كمان زي ما قلنا كرومبو بيغير عليها جدا، وخصوصا ان هي برج الحوت فهي جميله جدا، فبيغير عليها من عيون الناس ومن كل حاجه، عايز يقفل عليها قوي. هي لا، هي عندها شخصيه وعايزه، عندها طموح وعندها هدف عايزه توصل له، فهو عايز ياخدها للمملكه بتاعته ويقعدها جنبه. فهنا بقى بتبدا المشكله تحصل بينهم. لكن هو طيب جدا جدا، ما عندوش ادنى مشكله، يقعد معاكي يشوف انت حابه ايه بتصالحه. بس شويه الكرومبو والشك بيقفلك منه. هو الكرومبو ده ايه معلش؟ كرومبو المفتش كرومبو. ايوه عشان كنت عايزه اقول لك ايه هو كرومبو ده. مفتش كرومبو اللي انا هفضل ورا الموضوع هعرف. مخابرات يعني. مخابرات اللي هو خليك دغري. هجيبك خليك دغري، ويحط هنا ورقك كله عندي وتحركاتك علشان عشان ارتاح. تمام. لكن ارجع تاني واقول، مرأة العقرب ورجل العقرب من اطيب الابراج، ما بيحبوش يأذوا حد، هما بس عايزين يرتاحوا ومش عايزين حد يأذيهم. لا تأذيني ولا أذيك، هنبقى زي الفل. طيب عايزة أعرف بقى إيه هي الأبراج النارية، وبجد هل عصبيتهم فعلا مؤذية زي ما بيقولوا عليها؟ يعني حضرتك تقول لنا كام يعني الأبراج النارية، اذكريها لنا كده واحد واحد. ثلاثة. عندنا القوس ده من الآخر الأول، القوس والحمل والأسد. كل حد فيهم حماده تاني، يعني ده حماده غير ده غير ده. القوس وايه؟ القوس والحمل والاسد. تمام يا فندم. تمام يا فندم. الاسد لغايه ملك الغنم محدش يتكلم عليه. هم متعصبين عليا قبل ما يسمعوني. لو هم الحمل والاسد شخصيات جميله جدا. ناري. أنا يعني الناري، النار بعشق. زي ما هي بتحرق بتدفي. احنا معانا ايه التالت؟ القوس. القوس والحمل والاسد. القوس برضو حلو قوي في الستات. ثانك يو. لكن الحمل والاسد هو برج الرجاله اكتر يعني. شخصيات برج الحمل والاسد شخصيات عظيمه جدا وتشد وكاريزما. والراجل الحوت عشان بابي الله يرحمه. الله يرحمه الله يرحمه. الحوت طيبين قوي قوي قوي، ويفضلوا لحد اخر ثانيه. هم عندهم 60 و70 بيدوا حب. لا بس بيدوا حنان وحب، بس دايما متقمصين شخصيه اللي هو يعني الضحيه عليا الضحيه شويه. الله يرحمه. الله يرحمه. لا انا بتكلم عن الحوت عموما يعني. انا اتعاملت مع برج الحوت شخصيات طيبه قوي، ما فيش الشخصيه القويه بتاعه الاسد والحمل والعقرب يعني. لا بصي، هو كل حد ربنا سبحانه وتعالى خلقه فيه كده وفي كده. لا بس الواضح اكتر على الاسد الشخصيه والكاريزما. والاسد طيب وضحك عليه بكلمتين. يعني انت الاسد، رجل الاسد عايز ست شاطره رائع الحقيقه، تضحك عليه ان هي تضحك عليه وتخليه قطه.
تمام. يعني انت بايدك. الست دايما اقول الست لها لازم تبقى ذكيه، لازم تعرف تتعامل مع جميع الاضرار. ذكاء الست. طب احنا قبل ما ندخل بس ده معانا مداخلات تليفونيه. اوكي اتفضلوا. ليه خط قطع؟ شكرا. طب الو صباح الخير اتفضل. انا برج الاسد يا فندم، كنت عايز اعرف شويه صفات عندي. الاسد. حاضر. تمام. شريك حياتك برج ايه؟ شريك حياتي برج ال اكيد مش عارف مش مهتم. اقفل بسرعه قبل ما تسمعي هتحصل خناقه كده النهارده. على فكره بقى على السلم. معلش يا فندم. خلاص اوكي هنقول لك صفات برج الاسد. تابعنا. ميرسي ليك. رجل ناري. ردي بقى على الاسد. رجل ناري اسد وقطه. انا اول ما تقابلي رجل الاسد في اي مكان لازم تعرفي ايه جنتلمان قوي. طبعا. تمام. في صفات كتير من رجل العقرب اعتقد. لا بس هقول لك. هو كل هو رجل العقرب مؤدب ما يحبش يكسف. اول ست العقرب ورجل المؤدب مؤدبين ازاي؟ بصي اصل احنا دارسين كويس قوي. لا 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 بصي حاولي ما تقوليش اي حاجه غلط. مؤدب ازاي؟ انا مش هشتم، هو ده الادب. مؤدب ان انا مش عايز في اول علاقه اول ما اشوف ست ده راجل مهرج للاسف في اول لقطه هنتكلم عن النظره الاولى يا جماعه. في لا بس ليهم حضور وكاريزما ودخله معينه. في راجل لازم تعرفي رجل العقرب من اي حد، يعني دخلته مميزه جدا. بصي بصي هقول لك حاجه. بصي انت دلوقتي اول لقطه الراجل كده دخلوا في ثلاث بنات قاعدين اهو، تلاقي راجل زي رجل العقرب او رجل الاسد او كده جنتلمان. ده الاسد الغبي فاكره قطه. ايوه اللي هو اتفضلوا ايه الجمال ده ايه. وفي راجل ثاني يدخل ويطلع ولا كانك موجوده. لا 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 بس العقرب فاهمه. فده جرح ونص يعني ايه حضرتك انا موجوده يعني. لا بس الاسد في الحته دي. فانا بتكلم بقى ده المؤدب. انا كده بدخل ومتباهي جدا بنفسي وانا بلفت الانظار لكل الناس وانا ولا حد بيلفت ملك الغاب. ايوه سيدتي تتكلمي. انا نرجع تاني لكلمه اللي هو هي دي حته المؤدب. اني انا ما بكسفش بنت في الاول. لا بعد بقى ما بنبقى كده اللي هو انا كنت فاكراك حاجه وانت طلعت. بصي كسر الحاجه لو ما عجبهوش الموضوع كان كسر المنطقه. رجل الاسد رجل عشان بس اجاوبه على سؤاله. انت رجل الاسد قيادي ملك الغابه كرامتك فوق كل شيء عندك. بتحب لما بتحب بتحب قوي. بتحب حبيبتك تسمع الكلام. حطيلي تسمع الكلام يعني. ايه مش يتقامل لهم يعني. لا يعني يوم معاكي يوم مش معاكي. لا هو برج ناري لما بيقلب ويبقى اسد ما يعرفكيش. اسد حد يقف قصاد الاسد هياكله. تمام. لكن انت اول ما تلاقيه متعصب ما توقفيش قصاده. تمام. لحد ما يهدى. هي دي اللي انت بتقولي فيه من العقرب شويه فاكره. هو رجل العقرب. رجل العقرب لما يبقى متعصب هو مش شايفك قدامه. هو بيكسر الدنيا. حتى لو وقفت قصاده هيموتني. لو مش متعصب. لا لا, لا لو متعصب كلام حضرتك معلش. لا ابدا ابدا. اتفضل. الو. ايوه. اي سلام عليكم. وعليكم السلام. لو سمحت عايز اعرف صفات برج الجوزاء بالنسبه للزوجه والزوج العقرب. الزوج العقرب والزوجه الجوزاء. ايوه تمام. حاضر تابعينا. اتفضل. طيب البنوته الجوزاء. ليه بيقولوا مجانين؟ ده سؤال كان معانا برضه. ليه بيقولوا الجوزائيين مجانين؟ طب انت ما كملتيش برج الاسد. طيب اكمل برج الاسد. لا كلها برج الاسد. برج الاسد. برج الاسد. اي انسان لازم النار ممكن تحرقني. تمام. يبقى انا ما اجيش قصادها واحط ايدي. لما يكون هو يعني متعصب في اللحظه دي استني لحد ما يهدى. او حاولي كمان عشان تهديه من الناس بقى من الرجاله اللي انت تبداي انت صح انت. طب ايه ده؟ طب انت ايه مشكلتك؟ فاهمه؟ تبداي ان انت تهديه مش تنقضيه ولا تقفي قصاده. وقفتي قصادك النار هتاكلك على طول. قلت له انت صح وقعدتي بقى تدلعي هتلاقيه رجع قطه تاني واللي انت عايزاه هتنزل المره دي. هتنزل من الرجاله اللي هتنزل المره دي. مش دماغه مش ناشفه على فكره ابدا وطيب جدا. بس انتوا افهموا اللي هو طريقه التعامل. جامعة يعني في ناس تانية بتفضل على دماغها خلاص هي شايفه نفسها صح. لا هو بتنزل المره دي. تمام. بس بالطريقه. تمام. الجوزاء بقى انتوا بتقولوا الست الجوزاء. في يعني الناس بيقول لك ايه لا الجوزاء اللهم احفظنا لا ابعدي عنه لا ما تكلميش معاه. انا فاكره اصحابي البنات كلهم جوزاء طيبين بس لا شخصيتين عندهم بقى بس طيبين جدا وجمال ويبقوا معاكي في ايه بقى؟ انت دلوقتي قلتي لي ان انت صاحبتي وانا ارتحت لك وقلت لك كل حاجه عني وكل اسراري ورميت نفسي كده عندك. ليه لما بتتضايقي مني وتقلبي ليه بتوجعيني؟
ليه بتقلبي شخصية تانية وكأنك بتقطعي فيا أو بتعايريني بصفة أنا إلى هو. جوزاء كده فعلا. ففي ناس حساسة جدا جدا، فأنتوا كده وبعدين بيندموا ويرجعوا عايزين يتصالحوا تاني. مش كل الناس عندها الطاقة إن هي تسامح أو تعدي أو تنسى الإساءة اللي أنت أسأتيها لها. عشان كده نصيحة لبرج الجوزاء، عشان ما تنسوش وتخسروا حبايبكم لما تلاقوا نفسكم هتتعصبوا، سجلوا. صدقوني أنتوا أول ناس لما تسمعوا التسجيل اللي أنتوا هتقولوا، يا لهوي أنا كنت هقول كل ده، ده إلا أنا كنت هبوظه ده. الجوزاء فعلا كده بس طيبين، ست جدعان طيبة ورجالة. جدا، صحابي كلهم جوزاء. وجدعان والولد برضو راجل وشهريار قوي ويدلع مراته وكل حاجة، بس قلبتهم صعب. عشان كده الناس بتخاف منها. تمام. طيب معانا اتصال يا هنا. الو الو الو، صباح الخير. عايز برنامج دي اعرف برجك. تمام اتفضل. برنامج دردشه مش اعرف برجك، هي الفقره هي اللي اعرف برجك. منورانا اتفضلي. انا اسمي خلود وعاوز اعرف برجي. تمام اتفضلي، برج ايه؟ انا مش عارفه، انا عايزه اعرف. طب انت تاريخ ميلادك ايه؟ طيب تاريخ ميلادي 12/2/2005. 12/2. تمام. انت دلو. دلو احنا معانا الدلو النهارده. ميرسي يا خلود، وهنعرفك كل طبعينة. حاجه عن برج الدلو. تابعينا. لو سمحت عاوزه اسال سؤال كمان. اتفضلي. عاوزه اعرف برج يوسف. ايه ده؟ برج ايه؟ اسمه يوسف. يوسف؟ هو في برج اسمه يوسف؟ طيب طب هي هترد عليكي. تاريخ ميلاده ايه يوسف؟ قولي لنا تاريخ ميلاد يوسف وانا اقول لك هو برج ايه. طب معانا اتصال تاني. ندى اتفضلي. الو. ايوه صباح الخير. صباح النور. لو سمحتي كنت عايزه اعرف التوافق ما بيني وما بين جوزي. انا برج الحمل وهو برج الدلو. تمام. الاقبال الشديد النهارده على برج الدلو. ايوه تابعينا هترد عليكي. طيب. عايزين نرجع للسؤال الاولاني، احنا ردينا بتاع الحوت والعقرب. انت قلتي لا كان الحوت مع العقرب. اتكلمنا عن الحوت البنوته، لسه ما ردناش فعلا. بنوته الحوت زي ما قلنا احنا اتكلمنا عنها شويه. طيب لما تيجي بقى مع رجل العقرب. رجل العقرب هو طيب، بس انت بتتضايقي انه غامض، وانت بتبقي عايزه تعرفي كل حاجه، بتبقي عايزه ترتاحي، عايزه قلبك يرتاح، عايزه يسمعك وتسمعيه، تتكلموا مع بعض، فانت بتحسين هو دايما غامض او في نفسه. لما انت تبداي تعبري له ان انا محتاجاك، محتاجه اتكلم معاك، انت ما مش حاسس بيا، فبيبدا ان هو تلاقيه اتخنق جدا واتنفخ جدا ويبقى شبه الانفت كده، عارفه اللي هو مش ويتنفخ، انا ما قصرتش معاكي في حاجه، انا ايه اللي قصرت معاكي فيه والكلام ده كله. انا عايزه اقول لك هو بيحبك بس بالمواقف، اللي هو جدع قوي ويقف جنبها ويحتويكي، بياخد باله من حاجه، من البيت، من الولاد، من الحاجات دي كلها. خليكي عارفه ان مش كل الكلام السهل، يعني انا ممكن افضل اقول لك بحبك كتير قوي، كل يوم بحبك وبالليل بحبك. طيب وبعد بكره بحبك هقول لك، وفي الاخر مفيش افعال. لا هي ما تلاقيش ضهر وسنة. قبل ما الحلقه كانت بتتكلم معايا وبتقولي الغموض، اللي هو فجاه معيشك ملكه، تاني يوم عملتي حاجه غلط. لا ارادي ما عملتش. والله ما عملت حاجه. فجاه انا كنا كويسين مع بعض وكل حاجه وبنتكلم، وانت كنت مغرقني حب. فجاه اختفيت. ليه بتختفي؟ اجدع ناس تلاقيهم اختفوا. الهروب. لا ومفيش سريع موجود. اللي هو عارفه الضفدع، صوت الضفدع اللي يظهر، اللي هو مفيش. انت اختفيت بعد ما كنت محسسني ان انت كل حاجه بالنسبه لي، ظهري وسندي، وماخد بالك من تفاصيلي، من اهم التفاصيل وكل حاجه، وفجاه اختفيت. طب فينك؟ طب رحت فين؟ مفيش سبب واجي، مفيش. انا تبداي بقى يخليكي تبقي ايه، عماله تراجعي في الشريط كله. طب انا عملت ايه؟ طب انا زعلته في ايه؟ ولما يرجع ما عندوش رد مقنع، ما عندوش مبرر، وما عندوش مبرر مقنع للي هو بيعمله. فهو ده شويه، دي حاجات داخليه، هم تحسيهم كده في عالم جواهم، وفي حاجات كده اشارات جواهم. دايما اقول لهم خليكم دايما زي ما انا قلت الجمله، خليكم متصالحين كده مع نفسكم، ابداوا فضوا اول باول عشان الخنقه دي والاختفاء. في ناس بتبقى راميه حملها عليكم قوي، بتبقى محتاجاكم قوي. يعني رساله يقول رجل العقرب. يا جماعه بجد لما تبقى قبل ما ترتبط حاجه وبعد ما ترتبط، مش لازم هو دي الرساله اللي احنا بنقولها. يعني كل واحد بيشتغل على نفسه. مش لازم انت بتحب اللي انت تختفي شويه او تقعد مع نفسك شويه. ورجل الحمل كده مثلا، طب وانا
انا بقيت مسؤوله منك، افتكرني قبل ما تقرر ان انت تدور على راحتك انت، انا راحتي هي راحتك. طب استاذه شيرين، عشان احنا تقريبا بنخلص، احنا عاوزين نتكلم عن على برج الدلو بقى، بس يعني ايه بالتفصيل بس بسرعه. طيب بصي الاثنين مع بعض. الدلو زي ما قلنا من شويه كده، في ناس الدلو من اسمه ليه قلبهم اسود. فاكره في ناس كتير بتقول على الدلو برجه اسود، والله برج الدلو برجه مش قلبه اسود، قصدي قلبه اسود. برج الدلو ما بينساش، مش برجه مش قلبه مش اسود، ما بينساش، بيتناسى. انا يا جماعه ما بنساش، بتناسى، انا قلبي مش اسود والله. بتناسى، عديت، حصل موقف بينا وبعدين انت بررت لي او قلت لي خلاص مش هعمل كده تاني والكلام ده كله، اوكي خلاص احنا متسامحين وهبدا معاك صفحه جديده خالص بنفس الاسلوب بنفس الضحك بنفس الهزار، ولكن كررت الموقف مره تاني فانا لفت نظري القديم والجديد، فتعالي لي بقى اللي هو ايه، من 1999 انت عملت الموقف ده الساعه كذا في الوقت كذا اليوم كذا، فانت بقى رد واديني رد وجيه عشان ارتاح تاني، وصدقني هسامحك جدا بس خليكوا قد وعودكم مع الدلو. لكن انتوا بتحبوا الموضه والخروج والاغاني والكلام ده كله. برج جميل جدا، برج الدلو متوهج جدا، بس بيخافوا بس من هو ما بينساش. يعني في ابراج تانيه يعني برج العقرب تلاقيه مش عايز يفتكر القديم خالص. مثلا اللي هو القديم. لما ليه؟ لانه بيبقى لود عليه وضغط عصبي، فبيبقى متضايق قوي ان هو جاب القديم. فلما بيجي بقى برج كده، برج القوس نفس الحكايه، انا كقوس ما اقدرش اجيب القديم، انا بنسى اصلا. انا ما بحبش، انا بنسى كمان. فلما بيجي الدلو يواجهني انا اصلا انا مش عارف ان انا تهت مني، انا مش عارف انا عملت كده ازاي. فتلاقي في الجرح بقى يتجرحوا من كده. بس استاذه شيرين كان نفسي كملي. انا عايزه اسال، معلش قبل ما عايزه اسال عن السرطان، لان ناس كتير جايه. السرطان طيب وحساس وغلبان وبيغير على حبيبته كمان شويه، بيحلل المواقف، وده هو ده اللي بيخوف برضو منه، ان انت قلتي كلمه فالموقف يعني متقلب ولا متقلب حسب الموقف. فدي برضو بتبقى مع الناس اللي بتبقى عايشه اللحظه بلحظتها بتخاف من التقلب بتاعهم. فانا برضو بقول لكم انتوا حقانيين جدا 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 جدا، وطيبين وغيورين وحساسين وكل حاجه حلوه فيكم، ولكن احيانا لما نفضل نحلل بالموقف في ناس بيبقى اللي في قلبها على لسانها ما بتبقاش قصدها حاجه، فهو ده اللي بيخلي الدنيا تبوظ. لما يزعل منك حد من برج السرطان سيبه لحد ما يظبط اموره وورقه. رومانسي جدا رجاله برج، يعني طيبين جدا اقصى مما تتخيلي من الطيبه، سيبوهم لحد ما يرتبوا اوراقهم وبعد كده ارجعوا اتكلموا معاهم، هم هيرجعوا. استاذه شيرين شرفنا بيكي، وكان نفسنا الفقره تبقى اطول من كده، وان شاء الله نقابل حضرتك في حلقات ثانيه. اعزائي المشاهدين خلصت حلقتنا النهارده، وان شاء الله تكون عجبتكم، وباذن الله نشوفكم في حلقه جديده ان شاء الله. Thank you.